تركات على الهواء معانا مستمر بسام الشماع. طبعا احنا عايزين نتكلم بقى عن موضوع الاخطر او هو اشهر مجرم كان موجود, بس انا كنت عايزه برضو اتوقف بقى عند نقطه يعني انا ربطت بيها وبين حاجه تانية, عايز اقول اذا كان ده صح او غلط. اتفضلي. فكرة ان هو يعني الحكم لو والده اتوفى وما اتحكمش عليه بيورث, دي بقى على طول انا ربطت بينها وبين العادات الصعيدية. يعني فكرة ايه الموروث بقى الصعيدي, ان ايه ان ده هيبقى وصمة عار, ان ده هيبقى مثلا ابن المجرم, ان ده او مثلا ايه هي ما وصلناش سمعتك في المجتمع لحكاية اللي هي العار بقى. انت جبتولنا العار مثلا, فبالتالي ده يخليه ما يعملش كده قصدك؟ يعني ما يخليش يعني يخدم على هذه السرقة علشان عارف ان ابنه هيعيش بالعار ده. هي دي يعني نقطة, دي نقطة حقيقي. دي نقطة مهمة. دي نقطة مهمة انا ممكن اوافقك عليها, لان هو لو انت حاطط قانون جامد, يعني خدي بالك مثلا لما جه حرم حب, لو احنا خطأ بنسميه حرم حب, لما جه حط الدستور قال ايه؟ لانه حط قوانين. قال اي حد من الخيانه ومش عارف ايه, واي حد من القانون من ناس رجال القانون هيقعد يعمل اجتماعات خارج الموضوع علشان يوضب حاجه معينه ويوضب قضيه معينه علشان يطلع مين مش عارف ايه اعدام. فهو كان في بعض الاحيان بيحط حاجات جامده علشان او قوانين جامده صارمه علشان يمنع الجريمه من اولها, لان هو قال وهو قال في الاخر, يعني كان في اول في اوائل النص بتاع حرق محب كلمه حلوه قوي بيقول ايه, مصر سعيده. طيب السعيده ليه يا حرق محب؟ لانها محميه. الجمله دي عجباني قوي, ان الحمى ان انت تحمي بلدك. علشان كده منف اول عاصمه معروفه للقطرين لما توحدوا, فاكره مينا موحد القطرين, فاكره دي؟ فعمل ايه؟ عمل مدينه اسمها منف, اللي هي من نفر الميناء الجميل ده اللي هو دلوقتي ميت رهينة اللي جنب البدرشين وشبرمنت بالجيزة. حلو كده. حوطها بسور, ده خلى مصدر تاريخي يقول طب هو حوط المدينة دي بسور ليه؟ إلا لو كان في قلاقل. في ملك جه في الأسرة التانية, واضح ان القلاقل كانت لسه شغالة, يبقى عملية التوحيد دي ما بتخلصش في يوم وليلة. وصلت الإشارة؟ وصلت. عملية التغيير الجذر دي ما بتحصلش في يوم وليله, لازم نتحمل شويه. مش نقعد بقى بعد 6 شهور وسبع شهور بقى لا او مش لا او تقلق. لازم تدي فرصه للي جاي ده عشان يثبت نفسه, مش كل شويه تطلع تقول له امشي واطلع واعمل. القصه بتاعت حتب سخموي, في حاكم اسمه حتب سخموي, عارفه اسم الراجل ده اللقب اللي هو اخده ده معناه ايه؟ المهدئ للقوتين. شوفي التايتل ده في احلى من كده في الدنيا؟ لا خالص, يعني هو شخص حيادي ملوش اي علاقه او مصالح شخصيه وكان في فصيلين بالظبط كده, وكان في فصيلين اهل ثقه فصيل بقى كده. كان في فصيل حرس, هم بقى كانوا من اهل الدين مثلا, يعني وقتها كانوا هم بتوع الكهنه والحاجات دي طول الوقت, ولا كانوا لا يعني طول الوقت كانت مين دول؟ طول الوقت الكهنه متحكمين بشكل كبير جدا في الحكم وفي الاداره. ما كانوش بيتحيزوا مثلا ممكن جدا ممكن, ولذلك انت على طول بعديه كان في نفس الاسره اللي هو الملك الثاني اللي خدي بالك هو المهدئ للقوتين اللي هم ايه, حورس وسات. وكان في ناس بتحب سات وكان في ناس بتحب حورس. فلما هو هدأ بين القوتين عمل ايه, اتحاد بين القوتين. مفيش مشكله. جه واحد ثاني اللي هو بير ابسان, وراح عامل ايه, راح شايل حورس من على لقبه وخلى سات. يجي ملك بعديه يقول مشكله, راح جا الملك اللي بعديه, ما انت عندك بقى سخموي ده بقى كذا, وراح جاي واحد وراح مرجع حورس تاني على اللقب بتاعه. فالاسره التانيه دي مش الاسره الاولى بقى بتاعت مينا موحد القطرين ونعر مير نارمر, لا واضح ان القلاقل كانت لسه شغاله. لحد ما وصلنا بقى لاواخر التانيه واوائل التالته, الهرم المدرج بقى والجاسر اللي احنا خطأ بنسميه زوسر. تحسي بقى بالاستقرار. عارفه تحسي بالاستقرار امتى؟ في بناء الهرم. لان انت عشان تبني هرم لازم يبقى في اداره مستقره على اعلى مستوى, صح ولا مش صح؟ بس احنا كنا زمان عندنا معلومه خطا ان بنات الاهرامات اللي هم العمال كان وقتها ما كانش في عمل, كان في بطاله فكانوا بيشغلوهم في الحكايه دي. يعني دي دايما معلومه ما اعرفش مدى صحتها. عارفه دي طلعت, عارفه طلعت امتى؟ عارفه طلعت امتى؟ لما كان بيتقال ان العامل المصري في بناء الهرم كان بيشتغل ال3 شهور بتوع الفيضان بس. فبالتالي ال3 شهور بتوع الفيضان دول انت مش قادر تعمل حاجه يا مصري. حتى الفلاح مش قادر يشتغل لان الميه خلاص دخلت. ولذلك كان لزاما على المصري في علم الفلك ان هو يدرس الفيضان جاي امتى. وبالفعل هو ذاكر
نجمة اسمها نجمة الشعرة اليمانية، وعرف هي بتيجي امتى، وعرف الفيضان وعلاقته بالفلك، وحط وصول النيل الاحمر. في حاجة اسمها النيل الاحمر، النيل الاحمر دي لما بتوصل الطمي البني مخلوط مع المية في الدلتا، فالفلاح يفرح كويس كده هوت. الفلاح يفرح ان خلاص الطمي جاي. بس ايضا الفيضان قبل ما انت تبني سدود وكده كان مدمر في بعض الاحيان. فازاي تقدر تروض النيل، ترويض النيل. فالمصري القديم درس فلكيا امتى يجي الايه الفيضان عشان التدمير ما يحصلش. تمام. خلاص انت فاضل لك يومين ثلاثه وعارف ان الفيضان جاي، او اسبوع اسبوعين او شهر، ابدا بقى يلا الحق بقى الدواب بتاعتك، اطلع على تل بيهم فوق عالي علشان الميه ما تجيلكش وتقتل البقره بتاعتك وتقتل الخرفان بتاعتك، اطلع بالحمير والدواب بتاعتك. ليه ما فكروش يعملوا سدود؟ حصل يعملوا بقى. حصل عملوا بقى. حصل وحصل كمان قبليه، ده انت عندك وادي جراوي ده قبل توحيد القطرين، ده سد لتجميع المياه قبل توحيد القطرين اسمه وادي جراوي، وانت نازله بقى على حلوان وعلى وادي حوف والحتة الجميله دي والحضارات اللي ما قبل توحيد القطرين. عايز اقول لك حاجه بقى في رجوع القصه ديت، حكايه المجرم اللي سيق الى مكان الجريمه عشان يمثلها. ياه كان برضو في تمثيل للجريمه والنيابه والتحقيق وتمثيل الايه الجريمه. في برديه ابت اللي انا قلت لك عليها سابقا، في لجنه اتشكلت برئاسة الوزير قاع مواسط، سيادة الوزير قاع مواسط وصل يا جدعان، معاه مين؟ ومعه عارفة انت بقى التلفزيون، ومع الوزير قاع مواسط جاء معه كاتب الملك. اوه كاتب الملك جاي، يبقى كاتب الملك هيكتب كل حاجة بتحصل قدام الوزير. تمام. يبقى لو في تحقيق كاتب الملك هيكتب، والتحقيق ده يوصل لمين؟ للوزير، والوزير يرفع التقرير لمين؟ لجنه منبثقه من خمس مش عارف مين ايه لغايه لما توصل للملك. الموضوع وصل للملكيه كده، احنا وصلنا للخطر. اخذوا معهم واحد اسمه بيخال. بيخال ده واضح ان هو المتهم، المتهم الماثل امامكم. اول ما بتمسك المتهم حتى في الافلام الابيض واسود عندنا بيقول له ايه؟ بص اللي جاي دي عشان تعرف ان التاريخ عشان تخرف مش كده. التاريخ لا يموت. التاريخ لا يموت. اخده بخاله وهو معصوب العينين الى مكان ما، عارفه انت ركبوا البوكس وهو عينيه مغميه عشان ما يبقاش عارف هو رايح فين. نظام امن الدوله بتاع زمان ده. وقالوا له بص النص اللي في البرديه، اذهب امامنا، عارفه دي ايه عندنا؟ ايه؟ امشي قدامي. قدامي قدامي يا متهم. ده. مش بنشوفها تمالي في الافلام بتاع زمان دي وفي الحقيقه كمان في الافلام بس. اذهب امامنا الى المقبره التي سرقت منها شيئا. ده النص بيقول كده، انا بترجم لك النص يعني انا قارئها في نص ترجمه عربي. شيئا عجباني قوي كلمه شيء، لان في كلمه في الهيروغليفيه اسمها نكات، نكات بالهيروغليفيه يعني something يعني شيء. ومصدر تاريخي مهم جدا فسر الكلمه دي على انها رشوه. ودي للاسف الشديد عاشت في موروثنا. طبعا اديله شيء، اديله شيء، اديله حاجه، اعطيني اشياء اشياء اديله ايه؟ اديله حاجه، اديله حاجه دي هي ممكن دي. تمشي اديله حاجه واديله بقشيش واديله فرش تمشي 500 مليون طيب. حاجه. وتم تحقيقا دقيقا، وكلمه تحقيقا دقيقا في النص المصري القديم افتحي قوسين ايوه التهمه لابسها نفسها لا معناه الضرب. الضرب للاسف الشديد تحقيقا دقيقا. وكان في عمليه مشهوره جدا، ولذلك كان على المصري القديم ان يبقى عنده المجاي، والمجاي هي فرقه الثلاث سبعات، هي فرقه الصعقه في مصر القديمه. أيوة. على اعلى مستوى من النوبيين العظام، حته رميه سهم بقوس ما تقوليليش، ولا الاولمبيات اللي هم من النوبيين اللي هم ايوه الله ينور عليك اللي هم ماسكين القوس والسهم، شكلهم مرعب يعني تحفه. على اعلى مستوى من الاداء والوفاء والاخلاص والجمال والوجه النوبي العظيم والشده الجلد العظيمه بتاعت النوبيين والنظر الثاقب بتاع النوبيين العظام. وكانوا منتميين الى البلد، ولذلك لما جم العمال يضربوا في مصر القديمه في 1155 قبل الميلاد في اليوم العاشر من الشهر الثاني من موسم الشتاء. عايز الساعه كام كمان؟ خلاص كده كويس كده. عبروا خمس نقاط حمايه في طريقهم الى الاعتراض والاضراب. هم رايحين ميدان التحرير بقى في البر الغربي بتاع الاقصر بقى عشان يعترضوا ويضربوا بقى عشان ما خدوش مقرراتهم لمده 18 يوم، ما قبضوش لمده 18 يوم، عملوا ثوره. مصر القديم ما قبضش 18 يوم، عمل ثوره. اوعك تقولي لي ده كان شخصيه قانعه وشخصيه قاعد مستكين والكلام اللي طلع علينا ده، لا 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 ابدا. الشخص المصري شخصيه نيليه،
نيلية، أنا بصفها كده الشخصية المصرية إني عارفة النيل بكل مواصفاته، إحنا هادئ 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 الطباع، هادئ الطباع هاج بالفيضان محدش يعرف يقف قدامه، يكسر السدود ويشيل الكباري ويقلب الدنيا، عميق عميق في بعض الأحيان بيبقى خفيف كده هوت وتقدر تمشي فيه كده وسطح جميل برضو موجود، وهتلاقي الصفة النيلية عنده كثيرة جدا. معطاء معطاء، وحتى في ثورته وغضبه معطاء. ازاي؟ النيل لما بيغضب بيعمل ايه؟ فيضان، فيضان بيجيب ايه؟ طمي، الطمي بيجيب ايه؟ بيجيب خصوبة يعني والخير. ومن هنا ايضا في غضبه يستجلب الخير. الخير. طب بس احنا نطلع فاصل وهنرجع مرة تانية وهنتكلم بقى عن هل كان هناك انفلات امني لفترات طويلة في العصر الفرعوني القديم ولا ده، هنعرفه من بسام الشماع المرشد السياحي وكاتب المصريات وكل اللي انتوا عايزينه والمتحدث الرسمي باسم الفراعنة بعد الفاصل.